أنا محمد عبد الجليل الفهيم، ولدت في العين في سنة 1948. لي ذكريات كثيرة مع الشيخ زايد. كان يزور أبوظبي من العين وكان يمر علينا في المدرسة، نسمع كلامه ونسمع نصايحه، نسمع تشجيعه. كان مهتم بدراستنا وكان يهتم بمستقبلنا. ابتدى الشيخ زايد من الصفر، وطموح الشيخ زايد كان أني أسس بلد في وقت ما كان في حتى بيننا وبين الإمارات اتصال، لا كان شارع ولا كان تلفون ولا كان مواصلات. كنا إذا نعبر من أبوظبي إلى العين نأخذ 12 ساعة، إلى دبي في السيارة تأخذ حوالي 7 ساعات في طريق كل حفر ورمال. مع هذا الشيخ زايد عبر هالمسافات واجتهد وأقنع الحكام أنهم يتوحدون، أعطاه الحافز أن يوحد الإمارات كلها. هالوحدة نفعتنا وسندتنا، طورتنا، تعلمنا أشياء كثيرة. التطور اللي صار، بناء الشوارع، بناء البنية التحتية، بناء هيكل التنظيمي أو الإدارات، تحسين مستوى المعيشة، تحسين التعليم، هذا نحن يعني اللي تحقق في خلال 50 سنة ما تحقق في أي بلد ثانية.